مها أحمد في الفترة الأخيرة اتعرضت لحملة من اللي قلبك يحبها، شوية من الفنانين وشوية من المذيعات وشوية من فنان كبير من الجيل القديم وفي الآخر من الجمهور، لكن هي بقى ما سكتتش وردت على كل واحد بطريقتها. فيا ترى ايه اللي حصل معاها وازاي ردت على كل اللي اتكلموا عليها؟ وليه يا ترى ركب مذيعة ارتعشت لما ردت عليها؟ ومين اللي وقف جنب مها في الحوارات دي كلها؟ تعالوا معانا بقى نعرف القصة كلها في الفيديو ده. الفنان الكبير فاروق فلوكس والد احمد كانت بداية كل الحوارات اللي حصلت كانت من عنده، وده لما كان بيمثل مسرحية معاها وجابت له جلطة، فبسببها حصل له كل ده. وساعتها الدنيا اتقلبت عليها وانها ازاي تعمل كده في فنان كبير زي فاروق، لكن مها برضو ما سكتتش وخرجت عن صمتها رغم انها ما كانتش عايزة تتكلم، بس لما الموضوع بقى زاد عن حده زي ما هي قالت فراحت ردت عليه وقالت التفاصيل اللي حصلت، وعشان كده حصل لفاروق اللي حصل. مها قالت انها بتحب احمد ابنه واخته كمان، لكن اللي حصل مع فاروق انه كان في عرض مسرحي وكان هو انضم لفريق العمل في اللحظات الاخيرة، وطبعا عشان ما كانش بيحضر للمشاهد فكان بيسقط منه حاجات كتير. مش هو ده المهم، الأهم بقى إن مها قالت إنه كان بيلزق فيها على المسرح وكان بيقول كمان ألفاظ خارجة كتير. المهم إن بعد ما المسرحية خلصت طلع فلوكس في الفترة الأخيرة وكان المذيع اللي معاه بيقول له معلش يا أستاذ فاروق أصلها مش شغالة. فلما سمعت بقى الكلام ده قالت حسبي الله ونعم الوكيل. ساعتها فعلا حصل كده لفاروق، لكن بقى لما نخش في منطقة المذيعات هنلاقي إن من المذيعات اللي انتقدت مها أحمد كانت المذيعة ياسمين الخطيب وكمان مروة صبري. فياسمين الخطيب قالت في برنامج ليها يا ريت تركي الشيخ يشوف لمها أحمد شغل، مها بتشتغل على التيك توك مقدمة محتوى ومش بيجي لها أدوار، فياريت لو حد يديها أي حاجة لأن الموضوع بقى صعب معها قوي. الإعلامية مروة صبري كمان دخلت شمال في مها أحمد، وده بعد ما مها طلعت كتير قوي على تيك توك وبدأت تقول ألفاظ خارجة للجمهور، وطلبت كمان بأنها يتقطع الكهرباء من عند مها عشان ما تقدرش تسجل. ومش بس كده، دي كمان قعدت تقول عنها كلام كتير منه إنها بتشحت على تيك توك وبقت خطر على الجمهور وكمان المجتمع. بس مها بقى ما قدرتش تسكت وقالت عن مروة إن في بدايتها كان ابنها توسط بينها وبين مروة عشان بس تردمها إنها تروح وتسجل معاها في البرنامج، ولما راحت كانت مروة وهي قاعدة قدامها ركبها بتخبط في بعض. مها ما سكتتش لحد هنا، لا دي كمان قالت لمروة إنها في الفترة الأخيرة انتقدتها عشان تطلع ترند على كتفها، طب ما تروح تشوف أختها اللي كانت بتقبل بالأدوار السخنة. ونصحتها كمان الماتريال بتاع أختها أحسن من 100 ماتريال ليها أو حتى لأي ممثلة تانية. لكن اللي ردت على كلام ياسمين الخطيب كانت الفنانة شيرين سيف النصر، قالت لها سيبي كل واحد يعمل اللي هو عايزه، الست اللي بتمسك كاس ولا بتطلع في مشاهد مثيرة ولا حتى كمان بتعمل زي الناس اللي بتروح تقف جنب تركي الشيخ عشان بس يرضى عنها. وفي النهاية قولوا لنا بقى يا ترى ايه رأيكم في اللي عملته مها أحمد واللي حصل كمان فيها.